في الفقرة دي حضرات هنتكلم شوية بقى باستفاضة عن رياضة الدارتس، وهي واحدة من الألعاب أو الرياضات اللي ليها فوائد مش بس بدنية ولكن بطبيعة الحال ذهنية وعقلية. هنتعرف أكتر على هذه الرياضة وعلى تفاصيلها، إلى جانب كمان إن احنا عايزين نتكلم شوية عن أهمية ممارسة الرياضة بشكل عام وللمرأة بصفة خاصة. أنا منوراني ومشرفاني بلدياتي وهي صديقة عزيزة جدا هبة عبد العزيز، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للدارتس. صباح الفل عليك يا صباح الفل يا كريم، منورة الدنيا ومنورة 10 الصبح في الأهلي. ميرسي جدا، مبسوطة بجد إن شفتك يعني بعد فترة طويلة جدا، بقالنا فترة ما تقابلتش. والله زمان ليكي وحشة كبيرة. والله زمان بلدياتي. الدنيا عاملة معاك إيه؟ ماشي الحال؟ كله حلو جدا زي الفل الحمد لله. هبة حضرات من الناس اللي هي متعددة النشاطات، يعني بسم الله ما شاء الله في كل الأماكن في كل التوقيتات، وبتعمل كل الحاجات اللي ممكن حضراتكم تتخيلها، لدرجة ان انا استغربت ان انت لقيتي عندك الوقت ان انت تبقي ضمن اعضاء مجلس ادارة الاتحاد المصري للدارتس. يعني بص، الدارتس حاليا يعني حاليا بجد يعني من الرياضات الحمد لله الحمد لله في مصر، رغم ان هو اتحاد ناشئ الا انه محقق نجاحات كويسه جدا. وخلينا نقول للناس اللي يعني ما تعرفش عن رياضه الدارتس، لانه اتفاجئت بحاجه الحقيقه كريم، يعني من بعد ما انضميت للاتحاد الحقيقه، انه ناس كتيره جدا او معظم الناس عارفه رياضه الدارتس لكن مش عارفه اسمها. أيوة. يعني يقول لك اللي هو مش بس عارفينها، ده عارفينها وبيمارسوها بالظبط، وموجوده تقريبا في كل بيت، موجوده في المدارس، موجوده في الكافيهات، موجوده في وبتهم كل الفئات العمريه على فكره، صغيرين وكبار. ما انا لسه كنت هكلمك في الموضوع ده، لانه اولا الرياضه مش مرتبطه بسن معين ولا فئه عمريه، مش مرتبطه برجل او امراه، مش مرتبطه بعرف بحاجات كتير من المقاييس اللي هي بتبقى موجوده في بعض الرياضات. لا، انت ممكن تمارسها في اي سن، ممكن تمارسها في اي وقت. زي ما قلت يمكن كمان في المقدمه الجميل جدا فيها انه بس هي مش رياضه بدنيه، لا دي رياضه ذهنيه كمان، وبتنمي مهارات خاصه بالعقل. فدي حاجه مهمه جدا، ومهمه كمان للفئه العمريه اللي هي 12 13 14. والاهم في الحاله دي ايه؟ التركيز ولا النظر الثاقب ولا الدقه في التصويب ولا ايه بالظبط؟ بص، الثلاث حاجات اللي انت قلتهم دول هم ثلاث عناصر اساسيه في لعبه الدارتس. فكره التركيز، النظر مهم جدا طبعا كمان، وفكرة بقى اللي هي التركيز الذهني، هي دي، لان هي عبارة عن عمليات حسابية. لانه في ناس كتير برضو متصورة انه احنا بس بنشن على النقطة السوداء او النقطة الحمراء اللي هي اللي في النص، لا، ده هي اللعبة ليها حسابات ذهنية، فهي بتعتمد طبعا بشكل اساسي على عنصر التركيز. النظر مهم جدا، ولو ان هقول لك حاجة كمان، انه اللعبة دي من الالعاب اللي تقريبا القليلة جدا او الوحيدة اللي ممكن يلعبها الشخص العادي مع الشخص اللي هو ذوي القدرات الخاصة. أيوة. لكن أهم حاجة أن يكون النظر سليم. لكن يقدر يلعبها حد قاعد على كرسي مع حد يعني بيتحرك عادي. واحنا الحقيقه عندنا في الاتحاد كمان لجنه للبارا دارتس، والحمد لله يعني وشاركوا معانا في اكتر من بطوله يعني خلال الفتره اللي فاتت. بعيدا عن الشكل الترفيهي، او يعني في ناس بتمارس الرياضه دي على سبيل الهوايه، لا، احترافيا بقى احنا عاملين ايه ووضعنا ايه في ظل وجود اتحاد مصري للدارتس؟ طيب خليني اقول لك انه احنا الاتحاد الحقيقه هو نشا من 2017. طبعا للاسف الشديد توقف شويه بسبب كورونا وجائحه كورونا واللي حصل في العالم كله. ورغم كده احنا الحقيقه كنا في الدنمارك حققنا، اخذنا البرونزيه. رغم انه احنا بنلعب مع اتحادات بقالها 40 سنه و60 سنه و80 سنه كمان على مستوى العالم. فالحقيقه ده شرف كبير جدا، ودي من الحاجات اللي احنا بنفتخر بيها قوي. كان عندنا هنا اكتر من بطوله، لانه احنا كمان يعني الحقيقه دكتور يحيى عبد القادر، واحنا يعني بنحييه جدا وبنقول له صباح الفل يا دكتور يحيى رئيس الاتحاد. هو مش بس رئيس الاتحاد المصري، ولكن هو كمان رئيس الاتحاد المصري والعربي والافريقي، وهو اللي مؤسس الحقيقه الاتحادات دي. وانا سمعت انه مؤخرا كمان تم اشهار الاتحاد الافريقي، مش كده؟ بالظبط، لسه الكلام ده يمكن الشهر اللي فات تحديدا يعني. أوكي. بالظبط، ومقره هنا في مصر كمان. يعني طب انعكاسات بقى الحكايه دي علينا احنا في مصر؟ والله يعني شيء مهم جدا جدا، ويكفيني اقول لك انه احنا عندنا ان شاء الله البطوله الافريقيه الاولى هتبقى في تونس في شهر ابريل اللي جاي ده باذن الله. ومصر طبعا بما ان هي ترأس الاتحاد الافريقي، فهي يعني اخذه جزء كبير جدا في التنظيم واداره يعني هذه البطوله. عندنا كمان البطوله العربيه ان شاء الله هتكون في البحرين في شهر واحد اللي جاي ده. كنا لسه مخلصين فعاليات البطوله الرابعه للجمهوريه، كانت في بورسعيد.
كان عندنا السنة اللي فاتت في شهر 3 كان البطولة برضو يعني المصرية، ودي كان مشارك فيها حوالي 22 دولة تقريبا، دول عربية ودول أفريقية. كويس. فالحمد لله، رغم أنه الاتحاد لسه اتحاد ناشئ وبقاله سنوات يعني بسيطة مش كتيرة، إلا أن الحمد لله المجهود يعني المبذول الحقيقة وصل لنتائج احنا بنفتخر بيها جدا.